اولا احنا عمرنا ولا فرضنا انفسنا لا على مالي ولا على النيجر، ماشيين منذ استقلالنا سياسة حسن الجوار، وعاملناهم على أساس حسن الجوار. ومنذ استقلالنا وما يكون نزاع قبلي ولا غيره في مالي، الجزائر دائما تتداخل وتلقي بين فرق، وهذا اللي خلى الأمم المتحدة من بعد كلفت الجزائر بالتنسيق من أجل المصالحة ومن أجل كذا ومن أجل هذا. إذا رافضين هما الأداء الجزائري، هما أحرار في بلادهم، أحرار في بلادهم، ولكن أنا لست لا دولة استعمارية ولا دولة استغلالية لثرواتهم ولا دولة. احنا ماليين بالنسبة لنا أشقاء، عندهم مشاكل كما الدول الأخرى عندها مشاكل، قرروا أنهم يحلوا مشاكلهم بدون الجزائر فلهم ذلك، لهم ذلك. احنا ما النيجر نفس الشيء، النيجر احنا كنا نشوفه في نظرة اقتصادية قوية جدا بالنسبة للنيجر، حتى بالنسبة للمالي احنا مبرمجين المناطق الحرة مع بعض، ومبرمجين مالي عمرنا ولا وقفنا التكوين تاع الأشقاء الماليين، حتى الجيش المالي احنا مكونين فايت 1700 ضابط وصف ضابط زائد طلبة زائد وزير الخارجية حاليا تاع المالي من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، وهلما جر من أمثلة ومن، ولكن بدون من ما نمنش عليهم احنا، هذا واجبنا بلا مزيتي كما يقولوا، وانت راك حر في التصرف تاعك. الانسان العاقل يشوف تدخل الاجنبي وين يوصل، ما نسيفش عليك وما يعني ما نلومش عليك، لان انت ادرى امورك، قالوا ما كانت ادرى بها، ولكن التجربه تبين لما يدخلوا فيها دول كثيره يصعب الحل. كما تفضلتم به سيد الرئيس، دونك الجزائر توجور بريتي مان فورت ا سي فوازان، ريغلمون باسيفيك دي كريز، نو انترفونسيون دي فورس اترانجير، سي سو رول دو فورس ترانكيل كيل فو جوي دون لا ريجيون. توت افي، اي كيل جو، نو افون توجور جوي سو رول. باسكو ان مون دوني اون ا فولي لو فير جوي ان رول دو جندارم دون لا ريجيون. انا نشهد اللي كانوا قبلي، وانا شخصيا عمرنا ولا كانت عندنا اطماع، عمرنا ولا حبينا نضغطوا الأشقاء في المالي. بالنسبة احنا شفنا باللي الصلح والمصالحة الوطنية بيناتهم هو الحل الوحيد. ربما كنا احنا دولة متطرفة في الدفاع عن وحدة ترابية نتاع مالي ووحدة الشعب المالي. إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا لازم احتاجونا رانا هنا، ما احتاجوناش الله يسمعنا الخير على بعضنا بعض. ما كانش شيء اخر بيناتنا، ما الماليين ما داروش معنا عيب وحنا ما درناش معاهم عيب، غيروا السياسه نتاعهم الداخليه الله يسهل عليهم، انا نمشي نفرض عليها وجهه نظر اخرى. فيه ناس لحد الان يعني يتاسفوا، ماذا بهم يزيدوا يقربوا الجزائر اكثر، لان شايفين العلاقات من وقت استقلالنا 62، هما استقلوا في 60، من وقت مودي بوكيتا الى يومنا هذا. في ناس اخرين اللي عندهم اجندات اخرى، ربما داخل يقول لا الجزائر لا، وهذه واش من بلا يجيك من الجزائر. جزائر جيشها عمره ولا تعدى بشبر خارج حدوده، كل ما يناديه الشقيق ولا الصديق ولا الجار رانا مستعدين في كل الظروف. خارج هذا نحوسوا على حسن الجوار وخلاص. نتمنى ان شاء الله باش الشيء اللي راهم مخطينه يكون حقيقه، ويتغلبوا على الارهاب ويتغلبوا على الله. Shut up.